قانون الجيو. طبعا احنا درسنا قبل كده ازاي نجيب مساحة المثلث باستخدام قانون الارتفاع ونصف القاعدة. مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع. بعد ما درسنا الدوال المثلثية للزوايا، المثلث القائم والمثلث الغير قائم، هنجيب ان شاء الله بإذن الله تعالى مساحة المثلث من خلال الدوال المثلثية. انظر معي المثلث ABC، الزاوية A هنسمي الضلع المقابل لها A small، زاوية B هنسمي الضلع المقابل لها B small، زاوية C هنسمي الضلع المقابل لها C small. اللي في الوسط ده الارتفاع، احنا مش محتاجين الارتفاع حاليا لان احنا هنجيب عن طريق الدوال المثلثية للزوايا. في البداية لو انا استعرضت قدامك الارتفاع اللي هو H، هقول ان H بيساوي C sin A. كيف جات؟ اصلا sin A sin بتساوي المقابل على الوتر، sin A المقابل حقها اللي هو H على الوتر اللي هو C. لو ضربت انت مقص، اذا H بيساوي C sin A، H يساوي C sin A. طيب المساحة بتساوي نص بي اتش، المفروض انت درسها قبل كده اللي هي نص القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة اللي هي بي، الارتفاع الساقط عليها اللي هو ايه اتش، يبقى نص بي في اتش. الاتش احنا قلنا بكام؟ بسي ساين ايه، اكتب سي ساين ايه مكان الاتش. طيب إذا المساحة تساوي نص بي سي ساين A. طيب أنا أختصر لك الكلام ده، طبعا بعد أنا ما اشتقيتها من خلال الدوال المثلثية للزوايا، أنا بوريك إزاي أنا جايب قانون المساحة من خلال دوال المثلثية اللي أنت درسته. أنت تحفظها كيف؟ دائما هتاخد أي ضلعين، طول أي ضلعين تاخد نصهم، يعني نص حاصل ضرب أي ضلعين في ساين الزاوية المحصورة بينهما، يبقى نصف نص اهو، نص حاصل ضرب اي ضلعين بي وسي في ساين الزاوية بينهما اللي هي ساين A. طيب لو خدت دول يبقى نص A ضرب B، فحاصل ضرب او ضرب ساين الزاوية بينهما اللي هي ساين C. يبقى مرة ثانية عشان اجيب مساحة المثلث عن طريق الدوال المثلثية، يبقى نص حاصل ضرب اي ضلعين، اي ضلعين في المثلث، وده الجديد عندي، اي ضلعين، مش ولا نص القاعده ولا الارتفاع، اي ضلعين، بس بشرط انك تضرب في ساين الزاويه بينهم. شوف معايا المثال، اوجد مساحه المثلث ABC، ABC، الزاويه بينهما كام؟ 104، الضلعين 8 و9. كل ما عليك انك تضرب نص، فحاصل ضرب الضلعين نص في 8 في 9 في ساين الزاوية بينهما اللي هي ساين 104، وتطلع الناتج بالآلة الحاسبة. تعال نشوف الخطوات. المساحة نص A ضرب B ساين C، يبقى نص 8 9 ساين الزاوية 104، يطلع الناتج 34.9 تقريبا. يبقى المساحة هتساوي 34.9 سنتيمتر مربع. كده احنا استخدمنا الدوال المثلثية اللي هي في الدرس السابق للزوايا في إيجاد قيمة مساحة المثلث، بس بقانون جديد. القانون الجديد بيقول إيه؟ تاني حاصل ضرب أي ضلعين في نص حاصل ضرب أي ضلعين في ساين الزاوية بينهما، تاني نص حاصل ضرب أي ضلعين ساين الزاوية بينهما، أضرب فيه. يمكن استعمال الصيغ المختلفة لإيجاد مساحة المثلث في اشتقاق قانون الجيوب. قانون الجيوب هيبين العلاقات بين أطوال أضلاع المثلث وجيوب الزوايا المقابلة له. طيب تعال نشوفه قانون الجيوب. يلزمني القانون اللي في النهاية، الاشتقاق ده كله أنا مش عايز أتعبك بيه،
خليني في القانون، في نهاية القانون، نهاية القانون ساين A لو عندي مثلث ABC زي ما انت شايف اهو، ادي القاعدة عندي تحت، خليك معايا فيه الجزء الملون ده A و B و C. طبعا اللي فوق ده لو عايز تشغل بالك بيه تشوف هو مجرد اشتقاق عن طريق مساحة المثلث اللي احنا خدناه من شوية. A B C اول شيء هتقول ساين A على A، ساين A الزاوية على A، تقسيم A يساوي ساين B على B، يساوي ساين C على C. مرة تانية ساين A على A يساوي ساين B على B يساوي ساين C على C. ده قانون الجيوب اللي احنا هنستخدمه، بيجيب لي العلاقات بين الأضلاع والزوايا في المثلث أو جيوب الزوايا. طبعا عندنا بعض الحالات في المثلث عن طريقها او اذا كانت موجودة تقدر تستخدم قانون الجيوب، يعني زاوية وزاوية وضلع، ودي بيسميها AAS. انت درست الحالات ديت في تطابق المثلثين في الصف الاول الثانوي، بس كانت عن التطابق مش عن قانون الجيوب. زاوية وزاوية وضلع الحالة بنسميها AAS، يبقى اذا كان عندي معلوم زاويتين وضلع نقدر نستخدم زاوية وضلع وزاوية. يعني انا عندي دلوقتي زاوية وضلع وزاوية، ودي بيسميها ASA، الضلع واصل بينهما، يبقى عندي حالتين اهوت اقدر استخدم فيهم قانون الجيوب. عندي ثلاثة اضلاع وقياس زاوية، لازم اكون مستخدم ضلعين ومقابل لهم ايه زاوية SSA. في الثلاث اضلاع ما اقدرش استخدم قانون الجيوب لان انا مش هيبقى يكون عندي زاوية كده، لو ما عرفتش زاوية يبقى مش هقدر استخدم قانون الجيوب. يبقى عندي حالة AAS او ASA او SSA، المهم يكون معلوم عندي زاوية. طيب واللي حل المثلث، مثلث اسمه A B C، المثلث اللي قدامي، وقرب إلى أقرب جزء من 10 إذا لزق. عندي ضلع 3 وعندي زاويتين أهم، شوف معلوم زاويتين ومعلوم ضلع اللي إحنا بنسميها AAS، AAS نقدر نستخدم فيها قانون الجيوب. تعال نستخدم قانون الجيوب. الزاوية C والزاوية B، طبعا زوايا المثلث انت عارف ان مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، نقدر نجمع الزاويتين دول 45 زائد 180 يطلع الناتج 125، نطرحها من 180 هيساوي 55. كده بقى عندي ثلاث زوايا، اقدر الحين عن طريق الضلع المعلوم ده اهو مع جيب الزاوية بتاعته اقدر اجيب قيمة الضلع ده اللي هو B، فهقول ساين A على A، ساين A ساين A على A تساوي ساين C، ساين C على C. طيب اذا ساين 55 اللي هي A اللي انا لسه جايبها على A اللي انا معرفوش تساوي ساين C اللي هي 80 على C اللي هو A 3. ضرب المقص، تضرب 3 ضرب ساين 55 وتقسم على ساين 80 يطلع لك الA الناتج. طيب في الجهة التانية اللي انا قلت لك من شوية انك تقدر تستخدم ساين بي على بي مع ساين سي على سي، انت عارف بي يبقى ساين 45 على بي يساوي ساين 80 على 3، في اضرب 3 ساين 45 اقسم على ساين 80 اطلع الايه الناتج. والافضل يا شباب انك دايما استخدم في ايجاد الاضلاع اللي ناقصاك استخدم اللي هو مديهولك، ما تستخدمش اللي انت جايبه. يعني واحد هيقول لي انا كنت ممكن اقول بدل ما كنت اقول هنا ساين سي على سي انا كنت ممكن اقول ساين ايه على ايه، ممكن، بس انت لو جبت الضلع ده غلط، الضلع ده هو ايه اللي انت جبته ده هو، لو كنت طلعته غلط ايه ده هو، يبقى في التالي انت هتطلع الناتج اللي هنا ايه غلط. فدائما يعني ايه اعتمد على المعلومات اللي اعطاها لك في ايجاد الضلع. نشوف اللي بعدها يا شباب. المثلثات اللي انا اتكلمت عليها من شويه اهي، ادي المثلثات عندي، ممكن يعني ايه اوقفها لك دقيقه ولا حاجه تشوفها وتشوف الاضلاع ازاي تجيب الحلول. هنا لا يوجد حل، هنا حل وحيد،
هنا لا يوجد حل، هنا حلان، هنا حل واحد، هنا حل واحد. حدد إن كان لكل مثلث مما يأتي حل واحد أم حلان أم ليس له حل، وأوجد الحلول مقربا أطوال أضلاع الأضلاع إلى أقرب جزء من عشرة وقياسات الزوايا إلى أقرب درجة. أدي عندي المثلث، مثلث فيه زاوية منفرجة، ولو لاحظنا هنلاقي إن تسعة ده الضلع الكبير ده أكبر من ستة، فبالتالي هو له حل واحد. لو حل ايه؟ واحد. لو لقينا مرة تانية نظرنا للمثلث، مثلث منفرج الزاوية وفيه الضلع تسعة أكبر من ستة، فبالتالي له حل ايه؟ وحيد. هستخدم قانون الجيو، هقول ساين اس على ستة، ساين اس على ستة تساوي ساين مية وخمسة على تسعة. عايز اجيب الاس، هضرب مقص، يبقى بالتالي هقسم على تسعة، يبقى هقول ستة ساين مية وخمسة على تسعة، طلع الناتج، أعمل شيفت ساين وطلع وأكتب الناتج ده هو يطلع لي الزاوية كام؟ أربعين. شيفت ساين عشان أطلع الدالة المثلثية العكسية باستخدام الآلة للحزم. لو عايزين نجيب زاوية تي اللي باقية لنا اهيت عشان نبقى حلينا المثلث، كملنا كل الأضلاع والزوايا اللي موجودة فيه، مع معنى كلمة حل يعني هات لي كل الثلاث أضلاع والثلاث زوايا، يبقى ميجر تي هيساوي 180 ناقص 105 زائد 40 اللي هي تساوي 35. عشان اجيب الضلع تي اللي باجي لي هقول ساين 35 على تي يساوي ساين 105 على 9، تي هتساوي 9 ساين 35، هضرب طبعا طرفين في وسطين يا شباب، يبقى 9 ضرب ساين 35 على ساين 105 طلع الناتج 5.3. يبقى انا كده جبت الثلاث اضلاع وجبت الثلاث زوايا، يعني بمعناها ان انا حليت المثلث، حل المثلث ايجاد الثلاث اضلاع وايجاد الثلاث زوايا. بيقول يمثل الشكل المجاور ثلاثة لاعبين، لاعب أول وثاني وثالث خلال إحدى المباريات، أوجد المسافة بين اللاعب الثاني واللاعب الثالث، اللاعب الثاني والثالث. عند المعلومات اللي موجودة إيه؟ أدي ضلع اللي هو 90، وأدي زاوية 65، وأدي زاوية تانية 43. أقدر أجيب الزاوية بي بالطرح من 180، ومن خلالها أقدر أجيب المسافة اللي هي دي، بان انا استخدم الزاويه دي مع الضلع ده، الزاويه بي مع الضلع المقابل لها اللي هو ايه 90. الزاويه بي هتطلع بتساوي 72، يبقى هقول ساين 72 تقسيم 90 اللي هو الضلع المقابل ليها من خلال الرسمه ده يساوي، انا عايز الضلع ده، يبقى ساين 43 اهو تقسيم اكس اللي هو ايه انا معرفوش اللي هي المسافه بين اللاعب الثاني واللاعب الثالث. طبعا ده تطبيق حياتي يا شباب، ومهم التطبيقات الحياتية لأن هي اللي بتربطك أو بتربط لك الرياضيات بحياتك العادية. إذا المسافة هتساوي 64.5. هنختم درسنا إن شاء الله بمسألتين بساط صغيرين كده نتذكر بيهم قانون الجيوب وإزاي نستخدمه. ولا أوجد مساحة المثلث ABC مقربا إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم. مساحة المثلث نتذكر يا شباب، مساحة المثلث بتساوي نص حاصل ضرب أي ضلعين في ساين الزاوية بينهما. ضلعين 7 و 8 يبقى نص 7 ضرب 8 ضرب ساين 6 و 8. يطلع الناتج 27.9. شوف رقم 2 نفسها برضو نص حاصل ضرب أي ضلعين في ساين الزاوية بينهما. حاصل ضرب الضلعين اللي موجودين عندي 4 و 3 يبقى نص 4 ضرب 3 ضرب ساين الزاوية بينهما اللي هي ايه 30. عندي اكتر من مثال في مساحات المثلث الشباب، هي نشوف مثال على
كل دي على المساحات اقدر احلها على الايه؟ على المساحات. كده دخلنا الاختبار منتصف الفصل. كمراجعة سريعة يقول لي اوجد قيم الدوال المثلثية الست للزاوية سيتا. بعد ما خلصنا درسنا اللي هو قانون الجيو، الدوال المثلثية الست عشان نراجعها بسرعة اللي هي الساين والكوزاين والتان. الساين بتساوي المقابل على الوتر، طبعا المقابل مش موجود يبقى هروح اجيبه ان انا اربع عن طريق فيثاغورس، اربع واطرح يبقى 12 تربيع 144 ناقص 81. طلع الناتج، هيطلع الناتج معايا جذر، هيطلع الناتج معايا 4 جذر 7 خروج. يبقى انا جبت كده